على مدى أشهر طوال، ولا زال الحديث عن فيروس كورونا ساري المفعول بين الناس والعالم أجمع، إلا سكنة محافظة نينوى فقد بدأوا بنسيانه تماما وعادوا للحياة من جديد. فتوصيات خلية الأزمة بتطبيق حظر التجوال لم تلقى آذانا صاغية، محملين حكومة نينوى المحلية المسؤولية بانتشار وباء كورونا داخل محافظتهم من خلال فتح منافذ المحافظة. أنا أشتغل يوم بيوم، بالنسبة للالتزام بالحظر خليت الأزمة بسوي حظر، بس مش ما نوفر أي شيء للمواطن. يعني إذا هم ما يوفرون لنا شيء إحنا ما نلتزم بالحظر. أنا من الناس ما نلتزم بالحظر، عايش التزم بالحظر، أقعد يوم بالبيت وما أشتغل. أنا إذا هي الحكومة أصلاً ما ملتزمة، يومية جايين وافدين من الخارج وهم بيهم الإصابة. ماكو أي فائدة حظر التجوال وقطع الأرزاق. يعني اليوم نحن من حظر التجوال وقاطعين رزقنا وقاعدين بالبيوت والحدود مفتوحة، يعني شنو الفائدة من حظر التجوال؟ هسه محافظة نينوى وما بيها ولا إصابة واحدة، الإصابات كلها تجي وافدين وافدين وافدين. زين نحن شنو ذنبنا نقطع رزقنا ونقعد بالبيوت والحدود مفتوحة يدخلون وافدين؟ من جهة ثانية، رسالة إلى الحكومة المحلية وقوات الأمن المرابطة على منافذ المحافظة ومدينة الموصل: عليكم بغلق المنافذ تماما، فالمحافظة تحتوي على نسبة كبيرة من الفقراء ذي الطبقة الوسطى ودون الوسطى، إن عملوا يأكلون وإن جلسوا لا يأكلون بحسب مراقبيها. اليوم محافظة نينوى أكثرها مواطنيها أكثرها كسبة، أكثرها من الطبقة الوسطى ودون الوسطى، فعايشين يوم بيوم، اشتغلوا أكلوا، ما اشتغلوا ما أكلوا. فعندما يكون منع تجوال لمدة أكثر من شهر فهذا أذية على المواطن. نتمنى من الحكومة المحلية والقوات الأمنية الالتزام بغلق الحدود، حدود محافظة نينوى. عدم الجدية من قبل حكومة نينوى المحلية بمراقبة حدودها ومنافذها جعل مواطنيها غير ملتزمين بتوصياتها وكسر حظر التجوال بشكل كلي. ما بين التصديق والتكذيب، وما بين مصدق ومفند، وما بين من يقول بأن فيروس كورونا لعبة سياسية، يتساءل الجميع متى يتساوى المواطن والحاكم في هذا البلد. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.